بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنستكمل إن شاء الله تعالى ما ابتدأناه في المرات السابقة. تكلمنا المرة اللي فاتت عن متطلبات إعداد المناهج الجديدة من الشيخ، تحدثنا عن أهداف التعليم الأساسي، ثقافة التعلم والمدرسة برضو تحدثنا عنها نفس الطريقة، نعم، دور المدرسة تكلمنا عنه، نعم. طيب الآن استكمالا لما تحدثنا عنه في السابق عن المدرسة ودور المدرسة في التنشئة ودور المدرسة في استكمال دور الأسرة وتصحيح وتعديل ما يمكن أن يكون قد تم من أخطاء من الأسرة تجاه التنشئة الاجتماعية لأبنائها، المدرسة تعتبر وسيلة استكمال ووسيلة تصحيح كذلك للسلوكيات التي اكتسبها الطفل من أسرته إذا كانت خاطئة، فالمدرسة لها دور في ذلك. اليوم سنتحدث عن بعض الشروط التي ينبغي توافرها في المدرسة لكي تقوم بالأدوار والوظائف التي تحدثنا عنها في المرحلة السابقة. قلنا إن المدرسة لها دور كبير جدا في التنشئة الاجتماعية، لها دور كبير في بناء الشخصية، لكن هناك شروط لابد أن تتوافر لكي تستطيع المدرسة القيام بوظائفها كاملة. أهم هذه الشروط، نعم تفضلي. بداية عدم التركيز على تلقين المعلومات فحسب، بل على تنمية الطالب أو التلميذ من جميع الجوانب، تنمية شاملة تشمل تنمية جسمية عقلية واجتماعية وثقافية عن طريق تنويع في الأنشطة وعن طريق تنمية العلاقات بين التلاميذ. هذه نقطة مهمة، ذلك لأن التلقين، أسلوب التلقين يعني إلقاء من قبل المعلم، تلقي من قبل الطالب، ليس هناك أي نوع من الحوار أو التواصل بين الطالب والمعلم. هذه الأساليب أساليب تنمي عند الإنسان شيئا من الكسل وعدم المبادرة، ولا تنشئ عند الإنسان إبداعا معينا. علشان هيك بنقول المفروض يكون في هناك تنمية شاملة لشخصية الطالب مع التخلص من الأساليب التي لا تسمن ولا تغني من جوع، التي لا يعود أمرها بالنفع على الطالب. مسألة أسلوب التلقين على المدرسة أن تتجنبه وتستعيض عنه بأساليب الحوار والمناقشة وتفعيل أساليب البحث والوصول إلى المعرفة، وأن يكون الطالب جزءا أساسيا من العملية التعليمية، جزءا فاعلا وليس فقط جزءا يتلقى المعرفة وانتهى الأمر. الشيء الثاني من الشروط الواجب توافرها هناك، التركيز على التلميذ وليس المنهج، هو محور العملية التعليمية. كلام سليم. يعني لو قلنا أن العملية التعليمية هي معلم وطالب أو تلميذ ومناهج دراسية وربما يكون إدارة مدرسية أو غير ذلك من العناصر، العناية الأصل أن تنصب على الطالب، لأن الطالب أو التلميذ هو محور العملية التعليمية. ما معنى محور العملية التعليمية؟ بمعنى أنه هو المخرج الأساسي الذي من أجله يقوم المدرس بالكثير من الأعمال وعمليات التعليم واستخدام الأدوات والوسائل والطرائق. من أجله كذلك وجد المقررات الدراسية والمناهج والخبرات التي تقدمها المدرسة، فلذلك هو محور العملية التربوية. لذلك علينا أن نعتني أكثر بمتطلباته وحاجاته أكثر من عنايتنا بالمقرر الدراسي. يعني في بعض النظرات ممكن تعتني بالمقرر الدراسي أكثر من عنايتها بالطالب، بمعنى أنه المعلم يتكلم والمهم أنه ينهي قدرا معينا من المنهاج بغض النظر عن كون الطالب فهم ذلك أو لم يفهم، تفاعل معه أو لم يتفاعل، ناقش وحاور، استفاد، فهم أو لم يفهم. هذه الطريقة لا شك أنها طريقة مضرة كثيرا بكل من المعلم والطالب. الأصل أن يكون التلميذ هو محور العناية
والاهتمام، لا المقررات الدراسية أو الوسائل أو حتى الأبنية الدراسية الأخرى. نعم. تمام، هذا بيتكلم عن الجو الاجتماعي، نمط الجو الاجتماعي الذي ينبغي أن يسود داخل المدرسة هو جو التفاهم والتعاون، وليس الجو البوليسي اللي بيشعر فيه الطالب بمجرد ما يدخل المدرسة كأنه دخل إلى مقر أمني مطلوب منه أن تعد عليه أنفاسه وتحصى عليه حركاته وغير ذلك. لا، الأصل أنه يشعر بأنه في مؤسسة مهنية له حقوق وعليه واجبات، صحيح في هناك ضوابط لكن يمارسها في غير رهبة أو شعور بالجو القمعي أو الاستبدادي. في المقابل لا يراد كذلك من ساحة المدرسة بدعوى العلاقات الاجتماعية والإنسانية أن تكون سائبة، بمعنى أن الطالب يعطى حريته الكاملة أن يفعل ما يشاء ما يشاء. لا، القضية بتحتاج إلى ضبط في غير تعسف، بتحتاج إلى لوائح وأنظمة تقضي على الفوضى لكنها تسمح تبقي خانة من الحرية للطالب لكي يعبر عن آرائه ولكي يمارس هواياته ويمارس ما يمكن أن يبدع فيه من أمور سواء كانت حركية أو كانت عقلية أو ثقافية أو اجتماعية. غير ذلك عندنا كمان شروط أخرى هناك. كلام سليم، يعني المعلم يعد أحد الأركان الأساسية في العملية التعليمية، ومن هنا ينبغي أن تهتم المدرسة بإعداد معلميها الإعداد الجيد من الناحية التخصصية الأكاديمية، أن يكون متمكنا في تخصصه، من الناحية المهنية والفنية أن يكون صاحب مهنة، لأن التعليم هو مهنة وليست يعني أي عمل يمكن أن يزاوله أي إنسان. الناحية المهنية، الناحية الأخلاقية، الناحية الاجتماعية، استخدام بعض الوسائل والأساليب التي يمكن من خلالها أن يقرب العملية التعليمية، فهم نفسيات وسلوكيات والدوافع اللي موجودة لدى طلبته. هذه المسألة مهمة وتحتاج إلى دورات وإعداد سليم. غير ذلك، غير هذا. أيوة، كلام سليم. اليوم أصبح هذا شيئا أساسيا يعد في كل المدارس، لازم يوجد مرشد نفسي واجتماعي مدرب ومؤهل لمتابعة قضايا الطلبة الفردية النفسية، الأمور المتعلقة بالمدرسة. هذا شيء ضروري جدا، لأن ذلك يخفف الضغط عن المدير، مدير المدرسة، وعن المعلم في متابعة بعض الحالات التي تحتاج إلى معالجة أو إلى متابعة، فهو بيقوم بهذا الدور وفي نفس الوقت يقوم به بطريقة أسلم لفهم شخصية الطالب والتعامل معه بطريقة سهلة وميسورة، ليس فيها أي نوع من الحرج الذي يشعر به الطالب عندما يتعامل مع مدير المدرسة مباشرة أو مع المعلم. غير ذلك. نعم. إعداد بطاقة التلميذ، حيث هذه البطاقة تنتقل مع التلميذ مع مراحله الدراسية المختلفة ويسجل فيها أبرز سماته واستعداداته وميوله، أيضا يسجل فيها مستوى تحصيله الدراسي ومستواه العقلي وقدراته الخاصة. كلام سليم. يعني هذه البطاقة، البطاقة التي ترافق الطالب وتوضع في ملفه كلما انتقل إلى مدرسة أو إلى مرحلة تنتقل معه، هذه المسألة مهمة. مهمة لماذا؟ لأنه في كثير من السلوكيات التي يبديها الطالب وقد تكون لونا من ألوان الانحرافات السلوكية، بيكون دراسة تاريخ الحالة مهم جدا فيها. بيكون عند الطالب مشكلة معينة في الصف الثامن الأساسي أو التاسع، كيف نفهم هذه المشكلة، كيف نتعامل معها؟ مراجعة هذه البطاقة في هذه الحالة مهم جدا، إن نتعرف على مسلكيات الطالب، أهم ما سجل عليه من أمور
سواء كانت إنجازات أو إبداعات أو إخفاقات أو انحرافات سلوكية معينة في المراحل السابقة. بالنسبة للأخصائي النفسي الاجتماعي يستفيد كثيرا من الرجوع إلى تاريخ الحالة. فالبطاقة هذه مهمة جدا أن تعرف ولي الأمر على مسار الطالب لكي يأخذ عنه فكرة واقعية، ما يكونش عنده فكرة مثالية جدا عن الابن. مهمة جدا بالنسبة للمعلم، للمدير، للأخصائي النفسي الاجتماعي الذي يتابع حالات معينة. الآن ننتقل إلى الحديث عن المدرسة ودور المدرسة في تحقيق الإبداع لدى الطلبة. لو أردنا أن نختار مؤسسة يكون دورها هو الرئيس في موضوع تنمية الإبداع لكانت المدرسة، يعني المدرسة هي أولى المؤسسات بتنمية الإبداع ورعايته واكتشافه، وبعد ذلك تنميته لمصلحة المدرسة والمجتمع. لماذا؟ لأن المدرسة تملك من الإمكانات المادية، تملك من الإمكانات البشرية، مديرين، معلمين، أخصائيين نفسيين واجتماعيين وغير ذلك، بيئة، أبنية، مرافق، ساحات، دوائر وغرف وصالات. المدرسة بتملك أكثر من غيرها من المؤسسات من هذه المرافق التي يمكن من خلالها أن تحقق عملية تنمية الإبداع لدى الطلبة، الإبداع الرياضي البدني، الإبداع الثقافي، الإبداع الفني، الإبداع العلمي، إلى آخر هذه المجالات من مجالات الإبداع. طيب لو قلنا أنه كيف يمكن للمدرسة أن ترعى الإبداع وأن تهتم به، في عندنا مجموعة من النقاط تبين كيف تقوم المدرسة بدورها في تنمية ورعاية الإبداع. نعم. توفير البيئة الانفعالية المستقرة الغير مضطربة التي تتميز بانفتاح المجال أمام الطلبة. كويس، يعني العنوان الأساسي أن تكون المدرسة بيئة يشعر فيها الطالب بأنه مستقر من الناحية الانفعالية. هذه مسألة مهمة جدا جدا، لأنه في كثير نحن من سلوكياتنا نتأثر فيها بالجانب الانفعالي أكثر من تأثرنا بالجانب العقلي ذاته. الجانب الانفعالي مهم، أنه الإنسان يرضى أو لا يرضى، يحب أو يكره، يقبل على الشيء أو ينفر منه. هذه مسائل بتأثر في سلوكياتنا في كثير من الأحيان أكثر من تأثير الأمر المنطقي. هذا بيحدث في حياتنا وشيء ملموس، خاصة لو قلنا بالنسبة للأطفال اللي هم في مرحلة الأطفال، الناحية الانفعالية كمان تأثيرها بيكون مضاعفا، ليس كالكبير. الكبير ممكن أنه يلجم انفعاله في سبيل شيء منطقي اقتنع به، فبالتالي بيحاول أنه يحجم من انفعالاته، لكن الصغير كلما كان أقرب إلى الصغر لا يستطيع أن يتحكم، إنما الانفعال هو الذي يتحكم فيه. طب من خلال إيش ممكن المدرسة تقوم بهذا الدور؟ في عندنا مجموعة من الإجراءات اللي يمكن للمدرسة أن تقوم بها لتحقيق هذه الغاية، لتحقيق هذه الغاية. هنا كلام صحيح، يعني الاحترام والتقدير لتساؤلات الطلبة مهما كان مستواها. نحن نعرف أنه الطالب الصغير أو التلميذ الصغير قد يسأل أسئلة يعدها الكبار بيعتبروها من الأمور، يعني ربما يصفوها بأنها تافهة يعني أو سطحية جدا، لكن مع ذلك الأصل أن يشجع على مبدأ التساؤل في حد ذاته وإثارة الحوار. غير ذلك كلام صحيح، قد يعرض التلميذ فكرة لا يرى فيها المعلم أي جديد، بل ربما تكون خاطئة، لكن الأصل كذلك ألا تواجه بالسخرية، لأنه لو وجهت بالسخرية هذا يعني أننا قضينا على هذه المبادرة عند الطالب. الأصل أن تشجع هذه المبادرة مهما كانت تبدو في نظرنا أنها صغيرة أو لا قيمة لها. غير هيك، غير هذا الأمر. أيوة، كلام سليم. وكثيرا ما يعرض أطفالنا وتلاميذنا الصغار بتلاقيهم بيعرضوا أشياء قد تبدو خيالية أو أنها بعيدة عن الواقع أو أنها لا منطق لها، فالأصل كذلك أنه الإنسان يتقبلها، يكون في نوع من التقبل وبعد ذلك التوجيه، يبدأ التوجيه والإرشاد بعد التقبل.
وألا نصدم الطفل بشكل مباشر أنه هذا شيء يعني كلام فاضي وكلام خرافي، ومرة ثانية إياك أن ترجع إليه إلى غير ذلك. لا، هي الحكاية تحتاج إلى نوع من التشجيع والترشيد، التشجيع والترشيد. النقطة الثانية للمدرسة ممكن تفعلها لتنمية الإبداع لدى طلبتها. النقطة الثانية، نعم، تجنب التعبير عن الاستياء. هو الكلام هذا نحن ذكرناه قبل قليل، لكن يبدو أنه الإنسان عندما يكون مشغولا في حديث مع جاره لا يلاحظ بعض الأشياء التي قيلت. نعم، كلام سليم. يعني الأطفال أو التلاميذ الصغار لا تخلو استجاباتهم من أمور طيبة أو مبدعة، أو أن الطفل يقول شيئا أكبر من مستواه. نحن تكلمنا قبل قليل، قلنا يجب علينا أن نشجع الطالب حتى لو تكلم بأشياء خيالية أو غير منطقية أو ليست صحيحة. طيب، إذا تكلم بأشياء يبدو فيها استجابات رائعة وطيبة، فالأصل أن نواجهها بإيش؟ التقدير، التعزيز، التشجيع، التدعيم بقدر الإمكان. طيب، مثل ماذا؟ كيف ممكن نساهم في تحقيق هذه النقطة؟ كيف يمكن أن نساهم في تحقيق هذه النقطة؟ من خلال شرح طرق التفكير الأصيل ومساعدتهم على أن يقوم بأعمال خاصة ناتج عن أفكارهم. تمام، يعني في البداية بنشجعهم على أنه لو أتى بأي فكرة سليمة، ونبين لهم وجه هذا التشجيع، أنه أنت لأنك فعلت كذا وهذا بيتفق مع التفكير السليم إلى آخره. وبعد هيك أيضا بنحاول أن نساعدهم على أن يطبقوا هذه الأفكار، يعني لو أراد أن يطبق شيئا نحاول أن نساعده لكي ندعم موقفه في هذا الجانب. النقطة الثالثة في موضوع المدرسة والإبداع. نعم، توفير البيئة الطبيعية لتميزات كلام سليم. البيئة المشجعة هذه مسألة مهمة. يعني ممكن الإنسان تجد أن طفلا مبدعا موجودا في مكان معين، لكن البيئة المحيطة به لا تشجعه على موضوع الإبداع، سواء كان في طرح الأفكار أو في بناء الأعمال والابتكارات المبنية على هذه الأفكار. فهذا الطفل سيبدو شخصا عاديا ليس عنده أي نوع من الإبداع، لكن لو نقلناه إلى بيئة أخرى تشجعه على الإبداع سيظهر إبداعاته بشكل كبير جدا في النشاط، في العمل، وفي الأفكار التي يقدمها. فكيف توفر المدرسة بيئة مبدعة أو مشجعة على الإبداع؟ أنه تقدم مجموعة من النشاطات، اللي فيها شيء من الإبداع، تستثير اهتمامات الأطفال، ألعاب معينة، كتب، قصص، مكتبة، مرافق معينة من خلالها تبدو إبداعات الطفل، مرافق سواء كانت فنية أو رياضية أو أمور أخرى. طيب، النقطة اللي بعدها اللي بتبين ضرورة أن تكون المدرسة راعية للإبداع. كلام سليم. يعني بمعنى أنه علينا أن نشجع الطالب أن يجيب على تساؤلاتنا. يعني لو سأل المعلم سؤالا فالأصل ألا ينتظر الطالب أنه المعلم هو الذي يجيب عنه، وحتى لو الطالب حاول أن يجيب وأخفق يمكن للمعلم أن يدله على مصدر المعلومة. إيش السبب؟ يعني هو المعلم يستطيع بشكل مباشر أن يلقنه المعلومة، لكن نحن نريد شيئا آخر. احنا نتكلم عن المدرسة والإبداع الآن، لا نتحدث عن المدرسة التقليدية بحيث أنه كلما سأل الطالب يجيبه المعلم، يصبح كأنه هو يعني دائرة معارف بالنسبة للطالب ويجيبه على كل تساؤل. الأفضل من ذلك أن يدله المعلم على مصدر هذه المعلومة، يقول له مثلا ارجع إلى كتاب موجود في مكتبة المدرسة اسمه كذا وكذا وكذا، تحت فصل كذا اقرأ فستجد إجابة هذا السؤال. نحن الآن استفدنا من الأمر أكثر من جانب. استفدنا أنه الطالب سوف يذهب إلى المكتبة، يتعرف على مكان الكتاب، يفتح الكتاب، يتعود على أنه يقرأ ويأتي بالحصيلة. بعد ذلك
إذا جاء الطالب بالحصيلة وبلغها المدرس وكانت هذه الحصيلة فيها شيء من الإخفاق أو كذا، يبدأ المدرس يصحح له بالضبط هذه الإجابة ويدل على الإجابة الصواب. لكن لازم نستفيد شيئا آخر، مش أنه يتعود الطالب على أنه يتلقن المعلومة، لا، لازم نديله مهارة بحث عن المعلومة وكيفية القراءة والفهم والتعبير عما فهمه. كذلك بيكون في عدة مهارات اكتسبها: مهارة في البحث والتعرف على الكتاب، مهارة في القراءة والفهم، مهارة ثالثة في قضية التعبير عن الشيء الذي فهمه أو استوعبه. في شيء؟ صحيح. لا، هو إذا أجاب الطالب إجابة خاطئة فالأصل ألا يواجه بصراحة، لكن في ذات الوقت على المعلم أن يعطيه تغذية راجعة، فيدباك تدل على أن الإجابة ليست المطلوبة، واضح؟ لكن من غير توبيخ ولا تهزيء ولا سخرية ولا شيء. يعني أنا الآن سألت سؤالا فأجاب الطالبة وهذه الإجابة لم تكن لها علاقة ب السؤال مثلا، ممكن أن الإنسان يترك الأمر بلا تعليق ثم يقول: هل هناك أي أشياء أخرى مثلا حابين تقولوها؟ هي بتدرك أنه الأمر لم يكن في الدائرة المطلوبة وبالتالي المعلم بحث عن إجابة أخرى. هذا أفضل بكثير من أنه يعلق تعليق ساخر أو بصريح العبارة يقال له أخطأت أو شيء من هذا القبيل. هذا الأمر بيكون أفضل. غير ذلك عندنا يعني أمور أخرى بتبين عن علاقة المدرسة بالإبداع. نعم، تقديم الأسئلة المفتوحة للطلاب من خلال أنشطتهم اليومية كلما أمكن. تمام. طب إيش الفرق بين الأسئلة المفتوحة والمغلقة؟ ليش اختار الأسئلة المفتوحة؟ هاي السؤال. نعم، كويس. كلام سليم. السؤال المغلق في العادة بيتطلب من الإنسان ألا يفكر كثيرا. يعني لو أنا سألت إنسان إجابته معروفة بنعم أو لا، هو سيقول نعم أو لا وانتهى الأمر، فضلا عن أنه نسبة الصدفة في الإجابة حتكون عالية. يعني أنا لو سألت إنسان هذه الحقيقة كذا أو لا فقال لي نعم أو لا، نسبة الصواب في الصدفة في حد ذاتها في الاحتمال 50% بتكون، واضح؟ نسبة التخمين حتكون 50%. لكن لما بسأله سؤال مفتوح، إيش معنى سؤال مفتوح؟ بقول له ما رأيك في هذه العبارة المكتوبة؟ عندها هذا حيشغل مخه بشكل أكثر، لأنه هو مش مقيد بنعم أو لا أو أنه يختار فقرة من 4 فقرات أو كذا، حيضطر يفكر ويحلل وبعد ذلك يعبر برأيه عما فهمه من هذه العبارة. فدائما الأسئلة المفتوحة بتعطي قابلية لإعمال العقل والتفكير في التحليل والتركيب والتطبيق والتقويم، ومهارات العقل العليا بتشتغل أكثر. لكن في العادة الإنسان لو بفكر شوية الاختيار متعدد، خلاص بيختار واحدة من هالأربعة وبيمشي، واحتمال بيكون الصواب 25% بمحض الصدفة والبقية مبنية على تفكير. لكن السؤال المفتوح بيكون بنسبة عالية جدا بيتطلب مهارات فهم وتحليل واستنباط وتقويم للعبارة التي يقرأها الإنسان. علشان هيك لما بنقول لواحد ما رأيك في القضية الفلانية، هذا بيحتاج إلى مهارات عقلية أعلى بكثير من إن لو قلت له هذا صح أو خطأ، نعم أو لا، واضح؟ علشان هيك بنختار الأسئلة المفتوحة التي تنمي الخيال والابتكار والذكاء عند الطلبة. غير ذلك، المدرسة التي تنمي الإبداع المطلوب منها أشياء أخرى. نعم، جميل. يعني الكلام هذا قضية إعطاء وقت كافي. إعطاء وقت كافي بينطبق على أمرين أو على سؤالين. السؤال الذي يسأله المعلم، يعني المعلم لو سأل سؤالا، الأصل أنه مش بمجرد ما أول طالب يرفع يده ويقول له أنت على طول، لا، بده يتيح فرصة يعني بضع ثواني هيك إن الناس تفكر شوية في الإجابة ثم ترفع أيديها. احنا أتحنا الفرصة الآن للطالب أن يفكر.
نفس الشيء لو في طالب سألنا سؤالا، سأل المعلم سؤالا، الأصل ألا يجيب عليه بشكل مباشر. ليه؟ لأنه ممكن الطالب سأل سؤال المعلم فهم السؤال كويس، لكن زملاء الطالب هم مش عارفين إيش السؤال بالضبط، فينتظر المعلم قليلا علشان يتأكد أنه سؤال زميلهم وصل إلى أذهانهم بشكل واضح. وممكن هو يعيد كمان يقول والله زميلكم سأل سؤالا جيدا، يقول أنه ما معنى كذا وكذا وكذا، هل هذه العبارة صحيحة أو خاطئة؟ فهو الآن بيعطيهم فرصة أنه يفهموا حتى سؤال زميلهم، وبعد هيك بيبدأ في الإجابة. لأنه نحن نتكلم زي ما قلنا أنه بدنا نستفيد حتى من خلال الأسئلة والأجوبة، نستفيد أمورا تؤدي إلى الإبداع، تنمي الإبداع لدى الطلبة. طيب في أشياء ثانية، في طرق أخرى ممكن المدرسة تعتمدها وتستخدمها لزيادة الإبداع لدى طلبتها؟ عندنا أمور ثانية. أيوة. أيوة، لما نقول تشجيع الأصالة ماذا نقصد بالأصالة؟ شيء أصيل. الأصالة تأتي، لا لا، تأتي بمعنى إيش الأصالة؟ شيء أصيل يعني شيء غير تقليدي، هاي شيء. الشيء الثاني شيء نابع من ذات الإنسان، يعني مش مستعار، هاي القصد. شيء أصيل بمعنى أنه ليس مستعارا وإنما ينبع من ذات الإنسان، ينبع من إبداع الإنسان، ليس تقليديا لأحد، وفي نفس الوقت هو ينبع من ذات الإنسان من ناحية الاعتزاز به، من ناحية الابتكار اللي وصل إليه. فالشيء الأصيل أي الشيء اللي فيه بصمة شخص الإنسان، شيء أصيل بمعنى أنه بصمة الإبداع الشخصي موجودة فيه، شيء ينتمي إلي تماما وأنا أعتز به، هذا الشيء الأصيل. فعلينا علشان نشجع الإبداع والأصالة لدى الطالب أنه نساعدهم بحسب سنهم. يعني إذا كانوا صغار ممكن نساعدهم على صنع ألعاب، كيف هم يعملوا ألعاب أو ينفذوا أفكار في أذهانهم لطائرات أو ألعاب أو أشياء مثل هذه بأنفسهم. فلما الإنسان بيبدأ يعمل بنفسه، هذا هو جانب الأصالة في الموضوع، لا يقلد غيره وإنما هو بيبدأ ينتج ويعبر عن أفكاره. ممكن أشياء مجسمة تكون نفس الشيء تساعدهم على الابتكار، تركيب مكعبات على هيئة أشكال مبدعة. حنلاقي الطلاب بينهم اختلافات كبيرة بحسب ميولهم، بعضهم سيبني بيتا وبعضهم حيبني موقفا وبعضهم حيبني برجا وكذا، فحتظهر عملية الخيال والإبداع والأصالة من خلال هذه الأعمال اللي المدرسة بتشجع عليها تماما. غير ذلك المدرسة معنية كمان بتنمية جوانب أخرى من جوانب الإبداع. أيوة. ينبغي تنمية مهارات الاتصال عند الأطفال، وذلك بحيث يعبر الطالب عن نفسه بحرية بمختلف الوسائل، وتشجيع مهارات التعلم عند الطفل وبحيث كيف يتعلم بما يناسبه وبما يقدم له من خبرات وأنشطة. هذا كلام يعني سليم ومهم بالنسبة للأطفال. نحن في مجتمعاتنا وربما في كثير من الأحيان نضطهد أطفالنا في هذا الجانب، يعني بنلاقي عندهم مهارات التواصل والانطلاق والتلقائية في الحديث مع الناس ضعيفة. إيش السبب؟ لأنه الكبار، مجتمع الكبار في العادة لا يشجع هذا الجانب. لكن لا ينكر أيضا، لا ينكر أنه كثير من الأسر لدينا تشجع مهارات الاتصال لدى أبنائها، فتجد أنه يتكلم مع الضيف بطلاقة من غير خجل يمنعه من الحديث، داقي عنده انطلاق، عنده مبادرة، يتكلم بأدب لكنه عنده صراحة وعنده انطلاق وعدم تردد. هذا الكلام مهم جدا أنه نربي عليه الأبناء والطلبة كذلك في المدارس، لأنه مهارات الاتصال مسألة مهمة جدا جدا. شوفوا معظم الناس اللي بيكون في المستقبل شيئا فشيئا بيتحول إلى مجرم أو إلى جاني أو إلى شخص كاره للمجتمع، بنلاقيه أنه هو كان مقموعا من ناحية الاتصال والتعبير عن ذاته، يعني هو مقموع فلا يستطيع منذ الصغر أن يعبر عن ذاته أو أفكاره أو أن ينطلق أو يعبر تعبيرات معينة، بيكون مكبوت ومقموع. طب هذا القمع ما الذي يحدثه؟ اللي بيحدثه أنه بيصير عنده كبت مع المدة، هذا الكبت سيتحول بعد حين
لما بيقدر يضر بالمجتمع او انه ينتقم من المجتمع سينتقم منه. لكن مهارات التواصل لما بنعود ابنائنا عليها هذه مهمه جدا. الشيء اللي موجود عنده في الداخل يعبر به بكل بساطه ويفرغ في حال الغضب، في حال انه مش راضي عن موقف معين يعبر. التعبير هذا مهم جدا في التنفيس والتخفيف من الحقنه، هذا من الشحنه اللي موجوده داخل الانسان. فامر مهم جدا انه المدرسه تعود الاطفال على مهارات الاتصال، ولا مانع انها تشجع جماعات الاطفال ان يشتركوا في الكلام امام الاذاعه على سبيل المثال، تختار من كل فصل بشكل دوري وناس يتكلمون امام الاذاعه، يتحدثون، يدخلون في مسابقات، في حوارات مع المعلمين. هذه مسألة بتعتبر من الأمور المهمة. طيب في توجه الآن كبير نحو أنه مؤسسات المجتمع بشكل عام الأصل أن تشارك في العمل التربوي. يعني لما بنتحدث نحن عن المدرسة ودورها في الإبداع والتنشئة وكذا، هذا لا يعد إغفالا أو إهمالا لدور المؤسسات الاجتماعية الثانية كالمسجد والبيت ووسائل الإعلام وجماعة الرفاق، الأندية الثقافية الرياضية الاجتماعية. فجميع مؤسسات المجتمع الأصل أن تساهم وتشارك في العمل التربوي، لأن العمل التربوي زي ما أنتم عارفين متعدد الأطناب، يعني له جوانب كثيرة، ونحن نحتاج إلى جهد كل مؤسسة اجتماعية أن تضع بصمتها في تشكيل هذا الإنسان الذي نريده. الإنسان الذي نريده لا يعيش في المدرسة وحده، ولا يعيش في البيت وحده، ولا يعيش في المسجد وحده. صاحب يقضي ساعات، لكن ممكن يروح على النادي الرياضي، ممكن يتأثر بالشارع العام، بجماعة الزملاء والأصحاب، بوسائل الإعلام المختلفة. فمن المهم جدا أن تساهم جميع مؤسسات المجتمع في تنشئة وبناء الإنسان. إيش الأسباب اللي بتدعونا إلى ذلك؟ في مجموعة أسباب تربوية اجتماعية بتدفع بهذا الاتجاه، انه لازم المؤسسات يكون لها دور في التربيه. نعم، اول شيء عدم قدره كثير من الحكومات على تحمل تمويل واداره وتوفير التعليم لجميع المواطنين بسبب تزايد اعداد السكان وعدم قدرتها على توفير تعليم ذو نوعيه جيده لجميع المواطنين. وهذا ما لا تستطيع كثير من الدول اللي هو القيام به بوحدها او بمفردها، مما دعت الى مشاركه المؤسسات اللي هو مؤسسات المجتمع المدني ورياده الاعمال لمساعدتها في تقديم من ذو تعليم ذو نوعيه جيده. هذا كلام سليم، وهذا السبب نستطيع ان نقول السبب الاقتصادي او السبب العامل المادي. كثير من الدول لا تستطيع ان توفر مستلزمات التعليم الجيد. يعني ممكن أن توفر مستلزمات التعليم بشكل عام، لكن التعليم المبدع أو التعليم الجيد الذي تحدثنا عنه هذا بيحتاج إلى اقتصاد قوي، ويحتاج إلى ميزانيات ومرافق وأبنية وأجهزة وتجهيزات كثيرة جدا. فكثير من الدول لا تستطيع أن توفر هذا، بيأتي هنا تستنجد بمؤسسات المجتمع المدني اللي بتشمل جميع المؤسسات والأثرياء ورجال الأعمال وكذا أن يدعموا في هذا الجانب. فإن لم يقفوا مع العمل التعليمي سيبقى العمل التعليمي ناقصا. الشيء الثاني، السبب الثاني اللي بيأكد أهمية اشتراك المؤسسات مع المدرسة. نعم، كلام سليم. يعني هذا يعتبر نقطة أخرى، مش مسألة اقتصادية، مسألة بتقتضيها ضرورات تشكيل المجتمع المعاصر. اليوم المجتمع المعاصر الأمر يقتضي فيه أن يشترك الجميع في اتخاذ القرار، وأن يكون له واجبات يقوم بها وحقوق يطالب بها. فالجميع المفروض يشترك، الجميع لازم يكون له دور وله اشتراك وله حضور حتى في العمل التربوي والتعليمي، لأن العمل التربوي التعليمي هو النقطة التي يلتقي عندها جميع مطالب الناس. يعني مطالب العالم ومطالب السياسي ومطالب الاجتماعي ومطالب الإعلامي كلها بتلتقي حول تشكيل وبناء الشخصية في النهاية. يعني المعلم هذا الذي يريده، الناحية الإدارية في النهاية نفس الشيء،
الناحية السياسية تقتضي أنه يكون في مواطن صالح، يعني بناء الإنسان وتربية الإنسان. الناحية الأمنية بتقتضي أنه يكون في هناك مواطن عنده وعي أمني وفي نفس الوقت لا يسبب مخاطر للمجتمع، بترجع إلى بناء الشخصية نفسه وتربيتها. فبالتالي هذا المشروع التربوي بيلتقي فيه مصالح جميع المؤسسات، والمفروض أنه الجميع يشارك. غير هيك عندنا يعني أمور أخرى في الموضوع. أيوة. الحاجة إلى أفكار وإبداعات جديدة متعلقة بالعملية التعليمية ولا توفرها المنظمات الغير حكومية. كلام صحيح، نحن بحاجة إلى أي أفكار جديدة ومبدعة، بنحتاج إلى أي أفكار جديدة ومبدعة. بالتالي الأفكار هذه الجديدة المبدعة ليست حكرا على مؤسسة رسمية أو شيء، ممكن أن مؤسسات المجتمع المدني حتى أولياء الأمور لو كان عندهم مجلس ممكن يقدموا لنا أشياء كثيرة جيدة، خاصة المثقفين منهم ممكن أنهم يقدموا لنا أفكار ابتكارية ومقترحات لحل بعض المشكلات. سنستفيد من مؤسسات المجتمع المدني كثيرا إذا فتحنا عليهم وحاولنا أن نستفيد من جهودهم في خدمة الجانب التربوي التعليمي. استكمالا للنقطة السابقة، يعني احنا قلنا انه المؤسسات الاخرى لازم تساعد المدرسة، ففي هناك مجموعة من المسوغات او المبررات للتعاون بين الاسرة والمدرسة. الاسرة يعني هي المؤسسة الاولى بالنسبة للانسان لا شك، الخلية الاجتماعية الاولى واهم اركان المؤسسات الاجتماعية، يليها بعد ذلك دور المدرسة. فما مبررات التعاون بين المدرسة والاسرة؟ مبررات التعاون في الأخير. التعاون يحقق درجة مقبولة من القيم المتبادلة بين كل من الأسرة والمدرسة، وهذا يقلل من التنمر العاطفي. جميل. التواصل بين المدرسة والأسرة بيؤدي إلى قدر كبير من التفاهم. قدر كبير من التفاهم هذا ستكون نتيجته أنه سينعكس إيجابا على شخصية المتعلم. لما بنتفاهم وكل طرف من هذين الطرفين يفهم دوره تماما، الحصيلة انه في عندنا حيكون متعلم لن يكون ضحية للتناقض اللي حاصل بين الأسرة والمدرسة، حيكون بالعكس هو شخصية متكاملة، وفي هناك تفاهم حول أمور كثيرة بين المدرسة وبين الأسرة. هذا بيزيد عملية التنسيق والتفاهم وعدم التعارض في الأدوار. غير ذلك عندنا أشياء يعني ثانية أخرى. أيوة هنا. كلام صحيح، التعاون كفيل بأن ينهي العديد من المشكلات. إذا كان الطالب كثير الغياب بسبب ظروف أسرية، بسبب ظروف في الأسرة، أو أنه بيغيب عن المدرسة والأسرة لا تدري، هو بيخرج من البيت بيقول لهم أنا رايح على المدرسة، وفي النهاية بيتبين أنه مش في المدرسة. فلو كانت العلاقة ضعيفة بين الأسرة والمدرسة لن نكتشف هذا الخلل، لكن لما بيكون في علاقة في تعاون سوف نكتشف هذا الخلل ونتعاون معا أنه نقضي على هذه المشكلات أو نخفف منها بقدر الإمكان، مثل ضعف التحصيل أو الرسوب أو العناد أو المشكلات الأسرية اللي بيفعلها الطالب داخل البيت. غير هيك من المبررات اللي بتدعو إلى التعاون هناك يزيد المدرسة الأوضاع ويساعد المدرسة لتخطي المشكلات، التعاون يعطيه الفرصة لاستثمار الطفل لوقته بين الدراسة والواجبات والأنشطة وغير ذلك. كلام سليم. وكم مرة، مرات كثيرة يعني، كم من المرات التي تفهم المدرسون مشكلة معينة بسبب لقاء مع ولي أمر الطالب، تعاون مع الأسرة يعني، وكان واعيا هذا وأعطاهم فكرة عن تصرفات الطالب داخل البيت وإيش أهم المشكلات اللي بيعاني منها وإيش ملاحظاتهم عليه وإيش الأشياء المبدع فيها. فهذه بتسبب تفهم أكبر للطالب من قبل المعلمين ومن قبل المدرسة، وممكن أنهم يكتشفوا كمان مواهبه الخفية عنهم اللي بيمارسها برا. فهذا كله بيساهم في يعني مصلحة الطالب. غير هيك عندنا أمور ثانية في الأخير. أيضا يساهم في تبادل الأفكار بين الأهل والمدرسة وذلك لمصلحة الجميع. كلام صحيح، هذا تبادل الأفكار هي ملحقة بالنقطة الأولى، تحقيق قدر كبير جدا من التفاهم والتعاون. غير ذلك، غير هذا الأمر.
ايوه تمام. يعني خطة العمل التربوي ما الذي تريده المدرسة أو البيت؟ هم بدهم ابنا متعلما، مستوى التعليم جيد، مستوى في الآداب والأخلاق في التعامل في المدرسة والبيت عالي، يكون عنده مجموعة من المهارات، من المهارات التي تؤهله أنه يقوم بأدواره في البيت وفي المدرسة. مهارات زي ما قلنا مهارات تواصل أو مهارات بحث أو مهارات عملية أخرى في الحياة. فهذا الكلام كله بتحقق بلا شك من خلال التعاون بين المدرسة والأسرة. بذلك يعني بنكون انتهينا من هذه المحاضرة، والمرة القادمة إن شاء الله بنتحدث عن موضوع أشكال الاتصال المدرسي وما بعده من أفكار. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.